من عمق مدينة العرائش و وسعوا المجال ديال العمل باسم العرائش باسم الرصيد الثقافي اللي ركموه من العرائش ومن يعني من مدارس ومعاهد عليا باش يشاركوا في الساحة الوطنية الثقافية والإبداعية والساحة العربية والدولية. وطبعا شابوا مجموعة ديال الجوائز من خلال الأعمال ديالهم. غنخليو هذه العملية هذه لأنها كل أخ من الإخوان المحتفى بهم عنده حلقة ديالو وغادي نفصلوا فيها يعني بما يفي الدين اللي كتسلنا الصحة الثقافية. لأن احنا اليوم كقطاع الشباب والرياضة احنا عيت نأديو واحد الدين تتسلوا الناس الصحة الثقافية باش نسلطوا الأضواء على المنارات ديالها وعلى المبدعين وليبيلي يعني الدعامات ديالها الثقافية والإبداعية. معنا اليوم في هذه الندوة ندوة ديال الإبداع السينمائي لدى الشباب معنا سيدي محمد الشرف طريمق ومعنا سي نور الدين شلوات اللي غادي يديروا مداخلات ديالهم. طبعا معنا الاخ عبيد اخ محمد عبيد ناقد سينمائي اللي عودنا دائما على المساهمه القويه ديالو بالمداخلات وبالابداع ديالو وبالنقد ديالو اللي غادي يدير هذه الحلقه هذه وغادي يدير الترشيح ديال الندوه من المداخلات وكذلك النقاش. ومن بعد هاد الندوه هذه غادي يكون عندنا عرض ديال فيلم الندوة ديال الاخ شلوات باسمكم جميعا باسم المديريه الاقليميه لوزاره الشباب والرياضه والشركاء ديالها اللي هو المركز الثقافي العرائش ومجموعه اصداء للبحث في الموسيقى والبحث في التراث اللي هما شركاء ديال هذا البرنامج.